ولو جبت ميثودولوجي بتختلف في كل مره في كل ضغطه اكيد هتطلع في كل مره بس مش عارف ايه. مشتغل في البروجرام. طيب نرجع تاني لمين؟ للفري بروجرام. هذا البروجرام هتفرح عليه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، واول ما يبدا البتاع هذا يشتغل وانت هتسافره، وانا سافرت سيرفر كلين ومش مكشوف يومين ثلاثة أربعة اللي هو إيش؟ بدأ ينكسر. بتروح تختار فري ليش؟ لأنه فري هذا كل الناس بتستخدمه. عمليا بعد ما يتسفر ما هو صار له سيجنتشر صح؟ والسيجنتشر هذا دخل في الداتابيس تبعت الانتفاز قالت إنه هذا إيش؟ هذا باتش أو تروجا. معناته البرنامج هذا صار لا يصلح لمين؟ الاستخدام. طيب بعد صاروا الناس ياخذوا ايش يقولوا؟ طب انا لو اخذت مثلا انا ما بستخدمش برنامج واحد للتشفير، ممكن استخدم عده برامج، يعني اسفر اخذ مضغوط منها بعدين اخذ مش عارف اوديها بعدين اخذ منها بعدين اخذ منها، وهذا الكلام ضرب بظبط لفتره معينه وبعدين ايش ينكسر. طب وين راحوا بعد هيك؟ راحوا للبرامج اللي هي خلينا نقول الكوميرشال. صح شلتي هذه ولا طيب نيجي للكوميرشال. الكوميرشال طبعا مش كل الناس بتستخدمها ومش كل الناس بيلاقوها، يعني الكوميرشال هذه عملية. هذه الكوميرشال بتكون حاجة مش ضرورة تكون للتشفير، يعني مش راح اقول لك اليوزنج تبعتها انه هي هذه بتستخدم للتشفير، لا هقول لك انه ممكن تستخدم في ضبط الملفات. وتيجي انت مثلا متمرس في الموضوع هذا هيروح يمسك اي برنامج بيستخدم لموضوع الضغط او في عمليه ضغط او في مفك ضغط، فهروح ياخذه هيبقى هو عمليه ضغط على الكود فهو حياخده. ممكن يكون الناس بتستخدم حاجه ثانيه وانت تستخدم شيء انت خلاص يطلع عندك الامور ايش تمام، حضرتك تستخدمه ممكن تستخدمه 6 شهور وبدون ما ايش ما ينكشف اذا كنت حالك شغال عليه تمام. هذه الكوميرشال. في بعض الكوميرشال بنضحك عليك زي ما ضحكت انت فارس كوميرشال كويس، يقول لك كوميرشال تدفع $50 نزل البرنامج وانا بضمن لك اياه وفي الاخر بتنزله وفي الاخر بيطلع ايش؟ على الفاضي. بين بوت زي الاوت بوت او اقل شوية يعني ما فيش كبير. هو كمان مقتنع انه برضك الانتي فيروس بروجرام يعني ممكن هو ينصاب بحد ذاته، يعني هو يكون عرضة للاتاك. هو الانتي فيروس نفسه مش هو بروجرام بالاخر. هاي قصدي او يعني عطل يخربه. بكون هو عارف في خطر معين موجوده ممكن يتوقف عمله سسبند ممكن تاخذه كيف صارت تمام هو وقفه خلص بعمل له يكون اسهل عليه اصلا. السابل تمام. طيب لقيت هذا الكلام شغال اليوم انا اقول في مظلش يمكن برنامج كوميرشال الا الناس تبغى، لكن لا يزال الموضوع هذا قيد الحراك كويس وفعال، بس بشرط ان انت لازم تلاقي حاجه يور اون يوزر. في توصل هون الناس من كثر ما اشتغلت في الموضوع هذا وصارت تدفع مصاري تفوزها تدفع مصاري وين راحت؟ لنفسها تشتغل هو يشتغل واحد خاص فيه. راحوا اشتغلوا في جزئيتين، الجزئية الأولى إنه أنا ليش يكون البرنامج هذا اللي فيه بيعمل كل شيء؟ ليش بيعمل كيلوغرام وبيعمل برنت سكرين وليش بيعمل ببعث سنجل فايل بدور على فايلات وليش بيعمل سكرين شوت وليش بيعمل فيو مباشر أونلاين فيو أنا ممكن أشوف إيش بخطط
ليش وليش 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 عم بتلوح في نفس البرنامج؟ ليش؟ طب انا بروح بقسمه بعمل كل واحد تروجان، يعني تروجان بعمل وتروجان بعمل كيلو وتروجان بعمل بعمل سيلينج لوفر وتروجان لحاله بعمل سيرش للمرتفع اللي انا بطيله الدوريه تبعي كويس؟ وانا هيك قسمت الشغل، يعني وزعت الكمية حطيت الشغل كله في سنة واحدة. هيك انا بديت اشتغل في التزام. هو هاد راح يشمل يعني راح يقسم بباندل فانكشناليتي. في حدا عامل ديسكشن اليوم؟ يعني ديفايدنج فانكشناليتي يعني قسم الفانكشناليتي تبعت التروجان لا سم فانكشن، يعني صار عندي التروجان سبعه تروجان. هذه الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه قالوا ليش ما اكتب رايت يور اون تروجان؟ ليش معنا اكتب التروجان تبع الجيم؟ طيب الجزئيه الاولى انه هو بده يعمل ديفايديه حيقدر يعملها هام، بس مش راح يقدر يعملها في الكوميرشال بروجرام. الانجيراد ما بيقسم الشغل، هو الانجيراد كلها هيته سيرفر واحد. كم كيلو؟ كم كيلو بيطلع السيرفر؟ ايه بطل؟ كفيلو يا مالك. مين اشتغل الانجيراد؟ امبارح اول قصدي بنشوف هل قد نسبه بطول في التحميل بتو مش عارف 14 كيلو هذا نص طيب حكيت هذه الجزئيتين مرتبطات في بعض. حكيت طلعنا احنا من الكلام، حكيت هذول فوق هذا هيك انت يا المحترمين الناس الهواة. شو يا استاذ شو عملته؟ للهواة. لا الخط لما انت اللي فوق هذا الكوميرشال مع الفري هذول للهواة. اه حالاتنا للهواة. حكيت لما تيجي انت تتعمق حتكتب يور اون كود. لما تيجي انت تكتب يور اون كود معناته بدك تفكر كيف بفكر الانتيفايروس. كل شوي حكي لي ترجان معنا انت. لما تيجي تفكر زي ما كيف بفكر عندي فيروس حتبدا انت تتفوق بعد طبعا اذا كنت يعني بعد خبره حتبدا تتفوق عليك تفكر وتبدا انت تعمل خطوات معينه. هذا اخر المطاف الان اخر المطاف. بس كنت اقول لكم ها ايش في بعض الشغلات تفضل حلقيت هان بدوا الناس يشتغلوا لقوا انه بعد فتره حتى الاتروجان اللي مكتوبوه بايديهم ما يترك بينمس بعد فتره. والسبب في الموضوع هذا الروتين تبعهم. اول شيء الروتين والنشاط بالضبط. وشغله ثانيه عمليه البايندينج، عمليه الدمج. عملية الدمج انت ممكن تصل لتروجان كلين 100% بس اول ما تدمجه ينكسر، لانه عملية الدمج اساسا هي صارت مكشوفة. كيف بدك تتخطى الكلام هذا؟ ممكن تتخطاه فانه انت تتجاوز موضوع الدمج، يعني مش ضروري تدمجه، ممكن تستخدم اكثر من طريقة عشان الموضوع. وممكن تكتب ممكن نعمله بشكل ممكن نعمل انه بشكل ليجل، يعني مثلا برامج شات ليجل بس هو بيعمل مشاريع، يعني هو مش دمج بالاخر بس تمويه انه كويس. انا قلت
اي ولا يهمك طيب استاذ، منك الكود نعم ومنك في ورا ثانية كل شيء. معلش كده من ضمن الكوميرشال كورس في بعض العبارات صراحة استخدموا دخلوا على الخط بعض الشغلات هذه يعني الحديثة اللي هو 2016 2017 دخلوا بعض اللي هو فيجوال بيزك والسي شارب هيجيبوا كود مثلا يعمل انكريبشن للسيرفر هتاخد السيرفر نفسه تعمل له اون بورد فيجوال بيزك كويس وهتروح تعمل في طريقة الجهزة هتاخدها هيك هذه هذه الانكريبشن وهذه الانكريبشن بياخد الأول بيسكره بيطلعه ولما يجي هو يشتري بياخد التشكيل خلص هيك انت بتاخد بتطلع من الفيجوال بيسك سيرفر يعني برنامج اكس وكأنه معمول ايش؟ ليجل كأنه ليجل ليش؟ لأنه أنا في بعض الترجمات تروح تقرا منها داتا بتاعت الـ XD من وين هذا تم إصداره بالضبط وأنا لما أنسى أستخدمها معناته هذا إيه هذا مايكروسوفت حتى ولا عندي فرص إني أقول مايكروسوفت أقدر أروح عليه فهمت علي كيف؟ أنا معايا شهادة وهذا السبب في إنه الـ الفاير وول تبع الويندوز نفسه هتلاقوا بعض الشغلات هيك الشاشة الزرقاء طلعت في الويندوز وقالت لك إنه أنا مش هقدر أشغل فاير وول من جوا فاير وول تبع الويندوز وهذا سببه هذا سببه السبب الرئيسي له انه هو بكل الابلكيشن اللي انت بدك تشتغله فيش غير السيجنتشر ما هوش اول مية المية فبعض الناس راح تشتري سيجنتشر لبروجرام تاني عشان وتروح ايش تعمل انجلد طب ما هو بحسب السيجناتشر يا استاذ ايش في ايش نشتري السيجناتشر شو بحسب السيجناتشر طيب يعني انا شو مش شو راح اقدر ازور السيجناتشر مش هو بالانتي فايروس بحسب السيجناتشر الملف نفسه يعني ايش في نشتري السيجناتشر سألك بدك السجناش بقول شايف استاذ مركزة معك انا فهذا حل موضوع الشاشة الزرقاء اللي بتطلع هي شاشة الويندوز اللي هو ويندوز ديفندر ويندوز ديفندر هذا حل حل موضوع أنا لازم في أربع عشان يشتغل طبعا أنا وين كله طيب في بعض الناس راح يشتغلوا مش ويندوز بيسك كمان يشتغلوا ايش؟ سي شارب برضه أخذوا كود معين هناخد هعطيكم مثال على هذا ومثال على هذا عم بديكم الكلام هذا كله اياه تمام عملي هتشوفوه بس هناخد يعني كل اللي هناخده 7 اكزامبل في كل موضوع تشغيل 8 اكزامبل في كل موضوع تشغيل وباجي عليكم وهذا ال ال خليني احكي في هذا هذا الموضوع ما بديش في شو اسمه هذا الموضوع ما بديش في انا لابات انا بدي اللاب اللي انت تستخدمه وتطلع لي حاجه جديده يعني انا بدي الان استخدم اصولكم كويس يس عشان انا تطلع لي حاجه جديده لغه ايش استاذ انت تستخدم؟ اعتبرها هيك تمام بدي كل واحد فيكم يطلع لي حاجه سواء يدور من اللي اخذته من اللي اخذته انا بديش لا باخذ بس درجه ليش بالضبط؟ مش فاهمين ايش بالضبط احنا لغه ايش استاذ بدك ولا شو؟ غير شو البيت
مليون بس. طيب لقينا يا استاذ انه في واحد برمجة زي كده بس اسمه اوتو ايت، مرت عليكم اوتو ايت؟ سيمبل بروجرامينج لانجويج، وهذه اوتو ايت زي ما انتم جايبينها منها. هذه البرمجة برضه بدأوا الناس يستخدموا فيها كويسة، وكانت فيها لايبرري سهلة انه انت تعمل تروجان فيها، يعني ممكن تعمل تروجان اصلا بسيطة. هذه بدأت تشتغل، وبعدين على طول صارت مثلا أي برنامج بنعمل على الأوتو إيت حتى أوقات لو كان كلين ما فيش أي حاجة كده أنت كويس. طيب نمرة ثلاثة في اللي هي شو من بس ما صارش، بس ما نصرش للأسم. هو بدي أكتب لك سطر بكتب فيه 20 سطر. بس هتسوينها كتك لنفسك علامات دول ولا سنوات؟ لا أخذناه بالجبهة يعني. لا 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 بس في إجها حاجات معينة. إيش اشتغل في الجرافيك؟ الأسمبلي لازم تكون فاهمها. فالفاعل مهم يطلع رسم في الكمبيوتر ما يكونش فاهم الأسمبلي. يكون هذا نقطة أساسيات وما بعد ذلك هو بيفهم كيف بتدرس لغة الإعلام. ماكو بس كيف لازم يكون فاهم، لازم يسمع فيه، لازم. تروح تطلع من كل شيء. حتى كمان في لغات برمجة زي قول معايا سيبك من فلتران بعدين لا قبل بعد سي بلس بلس من افضل البرامج لغات البرمجه اللي ممكن تعمل بروجكت فيها سي بلس بلس والسي، لان لو ليفل بروجرام كويس. كل ما انت جربت على لو ليفل كل ما كان افضل، فانك تعمل بروجرام بالسي او بالسي بلس بلس اصعب فانكشناليتي واصعب شغل، لكن تعمل ممكن تطلع لك لين اذا انت اشتغلت في السي وفي السي بلس. تمام. طيب في شغلة غايبة أنا كتبت من فوق عملنا له ديفاين. طيب بعد ما اختار اللغة اللو ليفل اللي هي الناس بيشتغلوش فيها زي السي والسي بلس بلس كويس، فأبدا أسلوب البيهيفير، فأبدا أبعد عن كل القصص اللي تو حكيناها وكل الشغلات اللي ايش اللي سويت حكيناها. اول حاجه انطرحت وطلعت على السوق ونزلت في السي اتش موديل، يعني ما فيش حاجه جديده، اللي هو موضوع الداونلودر. الداونلودر كانت عمليه ثينكينج انه كيف يتخطى الانتجه، كيف انه انا ببعث له برنامج صغير ما فيش فيه ولا حاجه، فيه ولا حاجه غير انه هو يروح بيعمل كونكشن على مين؟ على السيرفر او على ويب سايت كويس موجود فيه التروجان الاصلي، وبروح بياخد ايش بقول له اعمل لي داونلود، فبروح ننزل على الجهاز وبيشغل. بعد كده الداونلودر بيموت سام تايمز، وسام تايمز لا بيخلوه يضل يعمل سنيفنج على مين؟ على هذا التروجان. وقت ما يعمل له كيل او وقت ما انه هو ما يشتغلش، اذا لقاه مش شغال في البروسيس يروح ايش؟ يعمل له شغل. تمام؟ بس ان هو يسجل بس هذا كلام انا قلته قلت كله ماشي، ما هو فهم الكلام هذا.
قالت له شو الوظيفه؟ طب انا هو اذا مسك وانا اعطى الاثار اللي هو مسك انا حنمسك، صار الداونلود هو نفسه ينمسك. فعشان هيك مسكوا فكره الداونلود صارت تدرس في سي اس 9 كويس؟ احنا بنصير اشياء شو بناخذ؟ بالنسبه لكم غلط ايه؟ غلط هو غلط هو يعمل داونلود انه انا كيف انا هذا البرنامج اوصله للجهاز. طب ليش اعمل كونكشن بس لا ما انت لازم تكون كلين مش بمشيش اه لكن الداونلودر هاي السرعة مش اللي في على البروجات هلقيت لقوا عشان القصة هذه لقوا انه انا هي القصة الكبيرة طبعا انه انا مستحيل يعني انه انا مستحيل اشفر التروجان على كل مستحيل ما دراسة بشوف كيف انا مش فاهم مستحيل يجيب التروجان كبير مستحيل مستحيل يعني ممكن تقعد تشفر بالشهر بالشهر كامل 30 يوم مده تشفر وفي الاخر ما يطلعش كبير فلقوا من المستحيل انه انت تطلع وزن كبير فكيف اللي بتغلب على القصه هذه؟ هذا كان برضه جزء من موضوع الداونلودر ايش هو يا استاذ؟ انه انا هذا الداونلودر كمان بضليته كمان فانكشناليتي ايش هي؟ يقول لي ايش نوع الانتي فيروس الموجود على الجهاز؟ اذا قال لي اديرا معناته انا بروح بشفر الفنجان على الاديرا اذا قال لي اباظ بروح بشفر الفنجان على ايش يعني بشفر الفنجان؟ يعني بجيب انا الميثودولوجي اللي التشفير فيها بشفر على الأباص ينكشف من 70 انتي فايروس وبس الأباص هذا اللي بيجي وضحت الصوره صار هيك الموضوع صح؟ كويس ثم سويت الشيء وكيف بعرف انا مستحيل انا انزل 60 انتي فايروس على نفس المشكله انا واحد اللي حصل وكيف يا استاذ يعرف انا نوع الانتي فايروس؟ حيجي يقول له حيروح على بروجرام فايل حيجي يطلع ايش هيروح يبعت له هيروح يدور انت على الابيرا هو الابيرا حيكون اسمه اميرا والاباص حيكون اسم المجلد البروجرام فايل اباص والاي ست حتلاقوه موجود اللي هو اي ست يعني هيروح بسهوله يعرف ايش هو الانتظار في الرجعه عندنا بدون ما هو اي يعمل اي حاجه بس مجرد اسماء المجلدات الموجوده على السيت على البروجرام فايل وبالتالي هو حيبلغ اللي هو ايش الموقع اللوكيشن هذا هيقول له انه نوع الانتظار هو أباص فتفرد على الأباص خلص أنا بروح أشفر على الأباص وبروح الدولوزة هذا لما بيشتغل حيروح ينزل من الهيدروجين اللي بشفر على الأباص هذه هي الستوري طب هو أستاذ بينفع غير اسم المجلد نحط فيه الأنتيفيروس غير اسم المجلد اللي نحط فيه الأنتيفيروس عمليا القصة هذه أنا ما أعشق الانتظار مع هاي المجلد يعني مثلا الأباص هو تدخل في المجلد إحنا نغير مانيوال مش عارف بسأل أنا بنفع طلع عليك فصل انت لو بدك تجيب فون انت اخذ وضيف الشغل هذا حتتعب انا هذا الكلام معايا اللي انا عملته حتى اجيبه انا تعالوا نشوف الشغل الاوبسكيشن هي الشغله الوحيده اللي جايه
دايما شو يا استاذ؟ يعني مثلا هلقيت مثلا جسمته على الأفاص، يعني قعدت 3 أيام أشرح على الأفاص بالهوكسا ديسمال ما ظبطش معي، لقيت لما اجي هون يسكروا في ناس اشتغلوا في الفري بروجرام، في ناس قالوا يا عمي لا انا في طريقه ثانيه بستخدم برنامج الهيكسا. هذا البرنامج فعلا بروح بحول لي الانتي فايروس الاكس اي لهيكسا. وبروح في طبعا اكثر من طريقه، في التشفير بالتكسيم، في التشفير بالاضافه صفر في المقدمه. الفكره تبعته هذا ايش؟ انه انا في عندي برنامج مكون بقول مثلا 17 كيلو، هذا البرنامج مكشوف من الأقباس. الفكرة تبعته انه انا بدي الاقي القيمة المكشوفة. ايش اعمل؟ اعطيكم مثال عملي. شو يا استاذ كم مرة عيد؟ استاذ كم مرة عيد اللي حكيته؟ حكينا انه مثلا بدك تاخذ 4 ايام بالكشف. صح؟ كويس. التشفير بالاكس ممكن ياخذ معك شهر. بس هل التشفير بالاكس عشان يقعد شهر؟ انت بتقعد شهرين وتشفر فيه. طبعا مش شهرين، يعني ممكن تقعد اسبوع، ممكن تقعد شهر تشفر فيه، ممكن تصل لحل وممكن ما تصل لحل. بس ايش اذا حطيت راسك برانسول يعني عن جد حتقعد يعني 24 ساعة طول اليوم وانت تجري ورا ايه؟ بدك مشروع المدرسة. انا الفصل اللي فات عشان اعمل الشغل هذا قعدت 3 ايام انزل ورا الاقباص، كويس؟ طلعت يمكن فوق ال 20 سيرفر، كل ما شفت قيمة يجيب لي قيمة جديدة، كل ما اطلع اطلع قيمة يجيب لي قيمة جديدة، وهكذا. وبعدين قلت انا بدك مشروع تقني، بدك مشروع جسم منه زي هيك. قديش ممكن ينتج القدرة لمين سنة؟ قول انكودينج في أي حدا بفكر. فهمت علي كيف؟ الموضوع هذا لحاله، هذا لحاله ماجستير لحاله، هذا موضوع تشكيل لحاله علم، لأنه هذا محتاج إنك تدرس الهندسة العكسية، لازم عشان تدرس على طوله في كتب اسمها الهندسة العكسية، لازم تروح تقراها صح. علشان تقدر تسكر الفنجان وتقدر تكون ممتع في هذا المجال. أنا عن نفسي مثلا بس تلحق ولا فوتك. انا اللي اعطيك اياه هذا، هذا لسه ناقصه ايضا من غير ناقصه، يعني عشان الواحد يكون جروب يكون يعني محتاج حاجه فيه لازم يكون انا قاري يعني 10 كتب على الاقل، على الاقل بالهندسه العقليه نقرا 10 على الاقل عشان اكون خبره في الموضوع. وطبعا اذا صرت في الموضوع هذا لحاله هذا كورس بتدرس كامل، كورس اسمه هندسه. المشكلة أستاذ الواحد بيقدرش يواكب الإشي لأنه كل يوم بتفرش تشفير، هذه مشكلتنا بالهندسة. طيب إحنا بناخد خير، هفرجيكم هديك البيبر كيف اشتغلتها وكيف فيها، بعدين هنبدأ تاك واحدة واحدة، تمام؟ واحدة واحدة هنمشي هنا ونشوف كيف اشتغلوا، وبعدين هنمشي هنا ونشرح عشان بعدين هنروح في الهيكسا بديك الهيكسا، بعدين هنروح ناخد مثال على موديول بيسك، هناخد مثال على سي شارب كويس، وبعدين خلص يعني سالم كيف تكتب كود. طيب ايش رايك؟ انا امشي امشي اقفز عنه اعتبره مشروع. لا اقول حخلص الفصل. انت بدك اياه خلص الفصل؟ طيب لسه طايل السكن اللي لازم ناخذ لا ما فرق طيب ما اتفقنا شو بدك والمفروض ان انا افوت في الابلكيشن لكن لكن انتوا ريحتوني نوعا ما في اكثر من موضوع عمله انا حاعتبرهم تحديد الامتحان تمام في عندنا اللي هو كوماند اكسكيوشن وفي الاكس اس اس
تمام. في عندنا ايش كمان؟ في فايل انكلوجن. كويس، بدها تعمل في مشروعها فايل حتعمل لوكال فايل وحتعمل ريموت فايل. المهم هي هي ثلاث مواد اربع مواضيع عمل له مشروع في التسفير وما اخذ سنت في المزود تبع استاذ لعمل له استاذ لا لا ابعثوا له على التليجرام بس استاذ ايش معنى الامتحان هيكون؟ مش عارف انا بس قالوا لي انكم كيف يعني شو قصدك استاذ؟ هو يا استاذ العمل بنغش ولا لو هذا استاذ كيف بنغش العمل والله غريبه احنا كنا ايوه احنا كنا كل واحد والله عارف من الستريس وعارف من الستريس وعارف من الجلسة وعارف من البنجل وعارف من بعمل كل مين بحل الواجب عن الثاني؟ كلش عارف لو بدي اعامل بالمثل في ناس كثير بتزعل بس انا بمشي كويس بمشي الحمد لله والله طلب بس تحدد لنا موعد ضروري طيب ماشي وقتاش المنطقي ممكن الناس اي الله عمرك ما تخلص يا سمعت انك هلا انت من النت طب ليش من الاول من النت كنت شاطر ولا بحاول بس هذه الورقه بتنزلها على التليجرام هذا بس انت نزلتها على التليجرام هذه الورقه نزلتها على التليجرام هذه يا استاذ هي الورقه هذه أعطيتكم مرة أستاذ أقول لها كده من سرابة طيب هاني بتعمل الابستراكت وهاني بتعمل اللي هو مجمل الشغل اللي أنت حققته الإنجاز اللي أنت عملته هاني بتحطه هون فعمل يقول in this paper we test the performance of about 49 different antiviruses and analyzing the virus detection mechanism that issues are leading to the ability to distinguish between them. We designed a Trojan that scanned by each of antivirus software and used the methods that attackers follow to hide their malicious code. So yes, we found that many antiviruses depend on signature scanning method to detect viruses that can overcome it by changing the code level. يعني تغير في الكود. شوفوا هاي هذا مثال لسيجنتشر موجود مثلا antivirus بيعتبره هاي وهي اسمه كمان. W32 سامبل هو هيك مسميه الانتظار هذا السيجنتشر كيف انه انا اثر للسيجنتشر هذه هذا انه انت ممكن تشتغل في الكلام طبعا في عندنا جزئيتين هاي انا جاي لك ايش شغل هاي الهوريستيك هاي السيجنتشر بيز وكاتب عليها ايش يتم استخدامها وهي الهوريستيك اللي هي الورد البيهيفير كاتب عليها شغل تتبين يعني طيب في عندنا ال ايش الكود ايميليشن هذا؟ نوع ثالث في عند الالجوريثماتيك سكانينج هم ست خمس انواع بس المشهورين اللي انا قلت لكم اياهم هذول يعني بعض الشغلات كود ايميليشن برضه بعض زي التكنيك هذه برضه باي التكنيك اللي بيتم استخدامه قلت لي تكنيك ديفلوبر جديده بروحوا بيقيسوا قديش ال قديش السي بي يو بيستهلك والرام بيستهلك لما يبدا الانتي فيروس يبدا الاستخدام زي طب ما هذا بيهيفير طيب بعد ما تكتب انتروداكشن على الشغل تبعك لازم تعمل باك جراوند الباك جراوند ايش يعني الباك جراوند بدك تجيب كيف الناس
لا ده تمام، عمليه الانتروداكشن بيكون بشكل عام المشكله يعني بشكل عام، عمليه الباك جراوند بتروح تشوف الشغل الجزئيه اللي انت بدك تشتغلها هذه، مين الناس اشتغلوا فيها وكيف حلوا المشكله. لا دكتور مش عامل شغل، انا في اخر سطر بنقول انا بدي اعمل اقسم الشغل تبعي 1 2 3 4 5 في اخر سطر تمام. طيب لقيت في عندنا بعض الشغلات زي الكود اوبفسكيشن، والكود اوبفسكيشن هو بيعتمد على بعض الشغلات زي ما قلت لكم، هاي فاريبل رينيمينج كما رينيمينج كود ري اوردرينج، بروح بجيب مثلا الفانكشن هذا في الاول بروح ايش بحطه تحت وهكذا كويس. كود انكابسوليشن بروح بشفر كود، يعني في كود معين عارفه مش هيقدر يشفره مش هيقدر يغيره، يعني لا هيقدر يغير فاريبل ولا هيقدر يعمل ري اوردر، فبروح بعمل له كود بعمل له انكريبشن، بروح بفك التشفير تحت او وات ايفر يعني كيف لونج تشارت. تيك فانكشن ان هو بحط فانكشن مالهاش علاقه في الشغل تبعك بس بزيد حجم الرام او السيرفر كويس. garbage insertion نفس الجزئيه اللي فوق بس هذه function وهذه garbage insertion، انا بضيف شغلات زي الكومنت مثلا مالهاش علاقه بالموضوع. طيب instructions for situation assembly level، انا بروح على assembly level بفتح البرنامج من assembly وبروح بعمل شغلات برضو اضافات مالهاش علاقه بحاجه بس اتاكد ان الريجستر اللي انا بدي استخدمه not used by the own program، يعني ما فيش مستخدم بالبرنامج. طيب طيب في عندنا ريجستر يوز اكسشينج، في عندنا بالميتيشن تكنيك ايش هذه يا استاذ ما فهمتهاش اقروها انا نسيتها تمام. في عندي الهوست كود ميتيشن، في عندي جامب انستراكشن، الجامب انستراكشن انا بعمل بروح بعمل له بقول له جامب بعدين بروح بعمل له بقول له جامب، طبعا هذا المبرمج اللي عامل الشغل هذا كويس. موضوع الجامب هذا حرام يعني واحد عامل جامب بيحطه على الكود كله. طيب فيروس انكريبشن انه انا بعمل له انكريبشن. طيب الميثودولوجي اللي حستخدمها، لقيت كاتب الميثودولوجي اللي انا بدي اشتغلها، هذا السكشن الثالث في البيبر، ايش اللي بدك تعمل؟ انا اللي بدي اعمله جبت تروجان جاهز معمول بالفيجوال بيسك، وهذا تروجان موجود على النت، معمول بالفيجوال بيسك ومشهور ومربوط من كل انواع الانتي فيروسات. تمام رحنا اخذنا تمام الكيلو جرام هذا وبدينا نشتغل ورفعناها هي على الفيروس توتال اونلاين، كنا نشتغل اونلاين وهذه احد المشاكل الحقيقيه اللي احنا ما وصلناش في النهايه لكلير 100% لانه كنا نرفع على الفيروس توتال، لانه قاعد معانا هذا البيبر قاعد معانا اربع شهور او ما خلصناه كويس، اربع شهور شغل يوم يوم مسك له سبع ساعات تمام. لقيت ايش اللي احنا عملناه بالظبط؟ كنا نرفع على النون فيروس ثاني. طبعا لقينا ان النون فيروس ثاني صار الانجن تبع الاي الانتي فيروس مش محدد زي تحديث الانجن الموجود وين؟ الفيروس توتال، هذا تحديثه يعني مثلا تلاقي مثلا شفرته مثلا على الاباص في النون فيروس ثاني لكن لقطني وين؟ في الفيروس توتال، وهذا معناته ان الانجن الموجود على النون فيروس ثاني مش قوي يعني. تمام. طيب الاكسبيرمنتال ريزلت بعد ما تعمل الميثودولوجي تبعتك تروح تنتقل تقول انا ايش انا الشغل اللي انا بدي اعمله، ايش الشغل النتائج اللي طلعت معايا، هاي النتائج احنا كيف اشتغلنا، هاي قايل انه انا كيف حتى جسمه وكيف بدي نشتغل هاي الصوره على البرنامج، وهي الشغل ايش هاي الديتيلز هاي ديتيلز قديش البابيولار انتي فيروس اشتغلت عليه كشفته تمام. هاي 11 تقريبا 11 واحد في عندنا عملت هاي اول فيرست سكانينج، وهي قديش هذول الانتي فيروسات اللي عملته، وهي على النو فيروس تانكس قديش طلع، هي اخذناه شايفين اسمه سيرفر اخذناه رفعناه زي ما هو، وعدد الانتي فيروسات لقيت صلوا على النبي. لقيت اول سكان شوفوا هذول اللي مش موجود فيهم ريزلت قدامهم ولا حاجه، هذول ما كشفوا وانتم شايفينهم انه فيش ولا واحد فيهم عليه العين تمام.
حتى المايكروسوفت هذا يبدو لي هذا المايكروسوفت استنشن برضه نفس الحاجه تمام. والسيمانتيك طبعا لقيته سيء. السيمانتيك والمايكروسوفت استنشن من اسوء الانتفيروسات الموجوده في الدنيا. كويس بيجي هنجيب الاي سيت الاي بي جي دكتور ويب هذا بس ممكن وهذا ممكن بيت ديفندر. بيت ديفندر من الشغلات اللي نسيناها حتى معها امس سبوت وهذا والكاسبر هذول الباندا والانتي فايروس هذول كلهم فيروسات مش عندنا بس يعني كويسات. بعدين استخدمنا البابليك انكريبشن ميثود كويس وهي استخدمناها وهي طلعت النتائج هي حطينا النتائج وهي قديش النتائج ايش اللي انكشف. بعدين استخدمنا هذا البرنامج كوميرشال ومستخدم انذر يوزج يعني مش للتروجان بس هو كوميرشال بضغط الملفات استخدمناه طلع له ايش طلعت نتيجه وهي النتائج اللي عملناها. رحنا عملنا انستراكشن لاوردرنج وفاريبل عملنا كل الكود من اول وجديد وغيرنا الفناكس وغيرنا الدنيا وهكذا وهي طلعنا الريزلت وايش التحسينات وقديش صار في انتي فيروسات كشفوهم. بعدين رحنا اشتغلنا using private encryption method مش public private وقديش طلع عندك نتائج. وبعدين اشتغلنا dynamic polymorphic method كويس وهي النتائج dynamic polymorphic. انا قريت ابغى اجيب لك الموضوع تمام نسيت بس ترى هذا هو المهم في الاخر هذه مادة كانت مادة اسمها كمبيوتر سيكوريتي مادة لازم كل مادة نعمل بيضة لازم كل مادة نعمل بيضة. فهذه كانت اور تشويس في موضوع البيضة. طبعا بعدين تعمل انكلوجن تعمل ديسكشن للديتيلز تبعتك. هي انا كاتب الديسكشن اللي حابب يقرا وشوف انا وشوف الشغل تبعنا البيبر 14 صفحة. انا هذه كوميرشال قلنا بركي اللي بعثوا لنا عبير عليها شويه مصاري لانه طلعنا لهم الفيروس تبعهم هو اللي هو اول واحد بس ولا مجله قبلت ان هي تنشر البيبر هذه لانه بقول لك شغل زي ما لازم نشوف اشتغلنا جهد كامل. طبعا اخذت في الماده 5 سنين تماما. طيب اول حاجه نعطيكم اياها